غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاده متوجها العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقاء يأتي وسط التطورات المتسارعة تشهدها المنطقة، فما أهداف هذه الزيارة وما الملفات التي ستكون حاضرة على الطاولة؟ أسئلة أطرحها على ضيفي من موسكو بالدكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي، ومن عمان الدكتور رافع البطاينة المحلل السياسي الأردني. أهلا بكما ضيفاي الكريمان إلى هذه الفقرة الحوارية من برنامج في المنتصف. أبدأ معك من موسكو دكتور محمود، إذن زيارة للعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى موسكو ولقاء سيجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين يوم غد، ما المتوقع بحثه في هذا اللقاء؟ أول شيء يسعد صديقي والإخوة المشاهدين والضيفة الكريمة الأردن. أنا باعتقادي يعني هو ضمن بشكل عام هي الزيارة يعني غير دورية، لأنه يعني أتت في وقت يعني وقت كان غير طبيعي بشكل عام، يعني غير دوري هذا اللقاء، يعني هو هذا اللقاء هذا غير دوري، فله مشاكل طبيعية متعلقة بالوضع الجيوسياسي في المنطقة وخصوصا الوضع بسوريا، لأنه نعرف لما كان زار الملك الأردن الملك عبد الله زار واشنطن كان هناك كان حاول إقناعه بالنسبة للتطبيع مع الحكومة السورية، ولأن نعرف أن سوريا بشكل عام يعني الهم سوريا بشكل عام هي الدولة غير ليس لها موارد طبيعية، ولكن هي دولة تجارية بسبب موقعها الجغرافي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ونعرف جدا أنه في دول كثيرة خسرت نتيجة هذه الأزمة، يعني إذا بنعدهم هي تركيا التي لم تتاجر مع الشرق الأوسط من حوالي 10 سنين، يعني بنشوف أنه البضاعة الصينية الآن أكثر في هذه المناطق، يعني الوضع الاقتصادي التركي في وضع غير يعني يحسد عليه، ونفس الوقت الوضع الأردني، يعني الأردن بشكل عام هي معتمدة بشكل كبير وخصوصا على الوضع التجاري مع سوريا وأيضا تواصلها مع لبنان، يعني هي مفتاح للبنان هي الحدود السورية. اللي طيب. حصل أنه اللي باعتقادي أنه هناك مفاوضات مع تسجل مع بوتين، وأعتقد أنه هي على الطاولة الآن، يعني هتكون بكرة غد الرئاسي. باختصار ما هي؟ بيحصل في باختصار هل يعني يمكن لديك معلومات ما هي هذه الملفات؟ ما في حماية الحدود السورية الأردنية تحت سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة يعني دولة مشان تأمين البضائع التجارية وبنفس طيب. الوقت إذا الملف السوري على رأس هذه الملفات طبعا. ابقى معي دكتور محمود، سأعود إليك، أرحب مرة أخرى بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور رافع البطاينة المحلل السياسي الأردني، أهلا بك معنا إلى هذه الفقرة الحوارية برنامج في المنتصف الدكتور رافع. إذن الرئيس أو الملك الأردني يتجه إلى موسكو ولقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقادك وبحسب ما تتابع الأخبار ما هي الملفات التي سيتم بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل الملك الأردني؟ سيد الأستاذ محمد الله يمسيك بالخير والمشاهدين الكرام والضيف الكريم من موسكو. أستاذ محمد تعرف أن الأردن دولة يعني دولة محورية في موضوع سياسة في المنطقة ولها دور رئيسي ومهم في يعني فرض السلام والأمن في المنطقة. دلالة الملك يعني خلال الفترة الأخيرة لاحظنا بعد زيارة لواشنطن شهد الأردن شراك سياسي، زيارة وزير خارجية تركي وزيارة وفد أمني الإمارات وبعض دول المنطقة. حقيقة الأردن بتوقع جلالة الملك يحمل معه 3 ملفات إلى موسكو. الملف الأول هو للوضع الأمني في جنوب سوريا وخصوصا في مدينة درعا، ومحاولة كون روسيا لها دور مهم في سوريا علاقات قوية مع الرئيس السوري في محاولة استتاب وإعادة الأمن والسيطرة على الجنوب السوري. الملف الثاني هو الملف محاولة موضوع لبنان. الآن الأردن بحاول إيصال التيار الكهربائي وتزويد لبنان بالكهرباء، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عن خلال أراضي السورية. الاستجرار الكهربائي من الأردن إلى لبنان يجب أن يمر عبر الأراضي السورية، وهذا يجب أن يكون يعني لموسكو دور مهم في تمهيد الأوضاع وتمهيد الأراضي لهذه القضية.
الملف الثالث اتوقع هو راح يتم برضه راح يتم التعرج على قضيه افغانستان. روسيا يعني لها دور مهم في هذا الملف بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان. ولذلك هناك ثلاث ملفات مهمه اكيد جلاله الملك سيتطرق اليها ويناقشها مع الرئيس الروسي بوتين. طبعا اكيد على راسها الازمه اللبنانيه والوضع السوري. لكن المقلق هو بدات انت دكتور رافع بالملف السوري، الجنوب السوري، درعا تحديدا، وهذا ايضا هناك تاكيد من الكرملين يعني يتحدث عن هذا اللقاء وقال بان ابرز الملفات هو الملف السوري، وانت تقول بان هناك الملف السوري، الملف اللبناني والكهرباء، وايضا ملف افغانستان. بالنسبه لعمان هل يمكن القول بان ابرز الملفات العالقه حاليا والخطيره صح القول على الأردن هو ملف درعا الجنوب السوري، وهذه الزيارة التي قال الدكتور محمود الأفندي قبل قليل من موسكو بأنها زيارة غير طبيعية؟ نعم أستاذ محمد، يعني أكيد هو أهم ملف هو الملف الجنوب السوري. أكيد يعني الأردن منذ الأزمة السورية منذ عام 2011 ويسعى إلى إعادة الهدوء والأمن إلى سوريا، وقد يعني سعى جلالة الملك بكل جهد مضني مع كافة دول العالم في محاولة إقناع الرئيس السوري بأن يفتح باب الحوار مع كافة الأطياف السورية، ومحاولة إعادة السلام والأمن من خلال الحوار على خلال طاولة الحوار مع كافة الفصائل السورية. لكن يعني الوضع تأزم بالذات الأردن يعني الآن يعني الفترة الأخيرة فتح حدوده مع سوريا، العلاقات التجارية وتبادل الزيارات والوفود الرسمية بين الأردن وسوريا. الأردن بحاول يعني الآن يسعى إعادة سوريا إلى الحضن العربي وإعادة العلاقات مع الدول العربية، لأنه مهم الأردن يكون في هدوء على جنوب سوريا. أكيد يعني التوتر اللي بصير جنوب سوريا هيأثر على الحدود الأردنية وعلى الأمن الأردني. الأردن يعني لم يعد بقدرته واستطاعته الآن يستقبل المزيد من اللاجئين. الآن عندنا حوالي 1,300,000 لاجئ سوري، وهذا يشكل ثقل اقتصادي على الاقتصاد الأردني. وشفنا يعني معظم دول العالم لم تفي بالتزاماتها تجاه هذا الملف، ملف اللاجئين السوريين. ولذلك الأردن أكيد يعني بهمه أن تبقى الحدود الجنوبية الشمالية بين الأردن وسوريا حدود آمنة، وأن تعود العلاقات يعني والهدوء والأمن طبيعية بين البلدين. طيب ابقى معي دكتور رافع، عود مرة أخرى إلى موسكو والدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، هذه الزيارة للملك الأردني تأتي بعد زيارته واشنطن، العدو اللدود إن صح القول لحلف الشرق موسكو والصين وإيران. كيف تنظر موسكو إلى الأردن وهذه الزيارة للعاهل الأردني إلى موسكو بعد أن زار واشنطن، وهناك من تحدث بأنها زيارة كانت ناجحة للملك عبد الله الثاني ولقائه جو بايدن، الآن يلتقي ببوتين؟ بالنسبة لروسيا ماذا تريدهم، ما الذي تريدهم من الأردن؟ طبعا أهم شيء لغة المصالح. روسيا لا تربطها علاقات تاريخية مع الأردن، هي الأردن نعرف دائما هي دائما أول شيء كانت بفوز بريطاني وبعدها أمريكي بعد ذلك، ولكن تجمع يعني لازم ما كمان ننكر أنه في علاقة يعني جيدة شخصية بين الرئيس بوتين وملك عبد الله. يعني الملك عبد الله دائما كان سباق الى موسكو وكان دائما له علاقات شخصية، يعني كان يعد الرصع فيه يقولون بعضهم انه هو صديق. هلا لغة المصالح تكون كما يلي، انا موافق بشكل كامل مع ضيفك من عمان لما طرح مشكلة لبنان، وهي المشكلة الأساسية راح تكون بين سوريا ولبنان. يعني من واشنطن، لانه نعرف انه واشنطن الان تغيرت موقفها بالنسبه للبنان، يعني بعد الازمه اللبنانيه اللي حصلت والوقود والازمه البنكيه في لبنان يعني والكهرباء وما هو عليه، اصبح يعني من الواضح ان الامريكان فهموا انه يعني من اجل حزب الله لجوا الى لبنان. يعني بشكل عام يمكن يدمر كل لبنان ويبقى حزب الله. فبدات لبنان اول شيء بدعم الجيش اللبناني من حوالي اسبوع، والان بدات بالتحرك مع الأردن لتغطية لبنان بالكهرباء والغاز المصري عن طريق الحدود السورية. فهي كان ضمن يعني من واشنطن إلى موسكو، لأنه هي الأزمة لازم تنحل. ونعرف جيدا أنه بشكل عام في صراحة مشان نحط النقاط على الحروف، الدول تتعامل مع دول، الدول لا تتعامل مع فصائل.
ماشي؟ الدول يعني حكومة حتى لو كان يعني في عندها مشاكل جوارية أو مشاكل شخصية بين الرؤساء، ولكن نتكلم عن نقطة المصالح. فملك الأردن معروف فيه أنه بالإنسان المرن، يعني ليس ب ليس بإنسان مثل ما بيقولوا يعني واقف عند رأيه تمام، ولكن إنسان مرن متمرن مع الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. فاللي بده يحصل الآن أنه راح يحاول، يعني نعرف الأزمة في درعا، القوات الروسية لا تدخل في المشاكل بين درعا البلد والحكومة السورية، وهذا ما يزعج بعض الأطراف الحكومة السورية. نفس الوقت الأردن يعني هي تريد أن يبقى الأمان على حدود أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية، وهذا لم يحصل. والآن يعني يحاول أن يقنع الرئيس بوتين أن يتدخل نوعا ما بتعجيل تسوية موضوع درعا البلد ولحفاظ وأمن الحدود. لذلك ستكون الزيارة يعني حتكون يعني هي الزيارة حتكون، لكن دكتور محمود هناك من يتحدث بأن من أوصل المشهد الراهن في درعا هي موسكو، هي روسيا نفسها وجلبت الميليشيات والنظام الميليشيات الإيرانية والنظام السوري إلى تلك المحافظة وتهديد الأهالي في تلك المنطقة. سأعود إليك في هذه النقطة لكن ابقى معي. بس عفوا سأعود إليك مشان تعبير. تفضل سريعا يعني دكتور محمود. مشان نقول يعني لو الروس دخلوا كان طلع الطيارات. انت بتعرف اصلا بالوضع العسكري الروس لا يملكون على الارض، يملكون الطيارات. يعني اذا الروس لو كانوا يريدون ان ما بيقولوا يقضوا الاتفاقيه مع درع البلاد كان طار الطيران، وصدقني كان بعباره عن يومين. لكنه الان يعني هو وسيط، هو يلعب دور الوسيط حاليا في دور وسيط في درع وليس يعني يريد التسويه، يساعد النظام يعني في حل في المعركه العسكريه. طبعا سأعود إليك في هذه النقطة، لكن أنتقل إلى عمان مرة أخرى مع ضيف السيد دكتور رافع. دكتور رافع، بالنسبة يعني الأردن، يعني صح القول الملك من واشنطن إلى موسكو، هذه الاستراتيجية بالنسبة للأردن كيف توازن في علاقاتها إن كان مع واشنطن أو مع موسكو؟ الأردن كما حدثت الأردن دولة وسطية في موضوع السياسة العالمية، موضوع السياسة الدولية دائما يعمل توازن بين علاقات بين كافة الدول، لا يميل كفة على حساب كفة أخرى لأنه له مصالح مع كل معظم دول العالم. ولذلك هو ذهب أمريكا يعني لها ثقل وتأثير على بعض الدول المنطقة، وكذلك روسيا لها تأثير. الصراع في سوريا يسيطر عليه 4 دول كما تعلم، إيران وحزب الله وتركيا وموسكو. هذا الصراع هو صراع اقليمي كله يتاثر به سوريا ويتاثر به الجنوب السوري. يعني احنا الجنوب السوري يعني قبل عام كان في هناك حاله هدوء، لكن الان عادت الامور وصعدت الحروب العسكريه في المنطقه في الجنوب السوري. لكن دكتور رافع، اثناء زياره الملك الى واشنطن عرض خارطه الطريق للحل في سوريا، وبحسب كثيرين لم يجيب بايدن على الملك الأردني في بخصوص هذه الخريطة، خريطة الطريق بالنسبة لسوريا، هل ذهب الآن إلى موسكو ويعني يكون الحل لدى موسكو في القضية السورية وليس لدى واشنطن؟ هل هذا صحيح باعتقادك؟ ما وجه ذلك؟ أنا بتوقع جلالة الملك يعني معه أفكار وطروحات أمريكية قد يناقشها مع موسكو في موضوع يعني خارطة طريق والحل في سوريا. اكيد يعني لديه افكار ومقترحات، وجلالة الملك يعني اكيد بهمه ان زي ما تحدثنا يعود السلام الى المنطقه، لانه كل المنطقه متاثره بهذه الحروب، سواء ازمه لبنان وازمه سوريا، حتى افغانستان لها تاثير على المنطقه من بعد الاسلامي. ولذلك جلالة الملك اكيد يعني لديه افكار قد اتى بها من امريكا واستمع بها من تركيا خلال زيارة وزير خارجية تركي، وبالإضافة إلى أزمة لبنان التي ألقى ظلالها كمان على المشهد، أكيد لديه أفكار ومقترحات سيتم مناقشتها. سأعود إلى يعني هذه الوساطة الأردنية بالنسبة للحل في سوريا، لكن ذكرت أيضا هناك ملف أفغانستان حاضر وفي هذه الزيارة، ما الذي تبحثه وتريده الأردن في هذا الملف؟ الأردن يعني من الدول السباقة في مكافحة الإرهاب، والآن يعني انسحاب أمريكا من روسيا وعودة طالبان، قد هناك تظهر جماعات إسلامية الخوف من أن يكون هنا وميليشيات وما إلى ذلك متطرفين، وأن تتجمع في أفغانستان من جديد وتعيد تنظيم صفوفها من جديد. وتعرف يعني هذا في يعني صراعات طائفية وصراعات إسلامية وبين ذلك.
فلابد ان تكون لروسيا دور في عوده الهدوء، في ان تعود الحياه الطبيعيه الى افغانستان وتساهم في اكتساب الامن. طيب. ابقى معي دكتور رافع، سأعود إليك بسؤال أخير بخصوص الأزمة السورية، لكن أعود مرة أخرى دكتور محمود، وعدناك بموضوع الملف الجنوب السوري، ولكن المعلومات تقول سيد الدكتور محمود بأن روسيا هي من تتحكم بالمشهد السوري كافة وليس فقط بالجنوب السوري، وهي قادرة على فعل شيء في لإنهاء المعاناة في درعا والحصار لأكثر من 50,000 يعيشون في تلك المنطقة درعا وأحياء أخرى في درعا البلد. لكن دكتور محمود، بالنسبة للملف السوري، هل تعتقد بأن ما لم يجيب عنه الأمريكان والخريطة التي عرضها الملك الأردني على بايدن ستكون الإجابة من بوتين، ويكون هناك حل للأزمة السورية عبر خارطة الطريق ربما يعرضها الملك الأردني على بوتين؟ أنا حسب معلوماتي أنه خارطة الطريق اللي تكلم عنها الملك الأردن حتى في أثناء لقائه التلفزيوني أنه لازم الدول الغربية أو العربية أول شيء وبعدها الغربية عم يعني تطبع مع الحكومة السورية شيء بشيء، وأن تدفع بالحكومة السورية لا تخنقه اقتصاديا وتدفع. هو تساءل دكتور محمود سمحت لي، يعني هو تساءل، نريد تغيير نظام أم نريد تغيير سلوك النظام؟ تفضل. طبعا يعني هو هذا السؤال، هذا واضح، هو تقريبا يعني هو طالب بتغيير سلوك النظام، يعني لم يطالب بتغيير النظام لسبب واحد. يعني خلينا نحكي صراحة، كل المجتمع الدولي وكل أزمة 10 سنين لم تنشئ للأسف الشديد، لم ينشئ بسوريا جسم بديل للحكومة السورية أو طيب. شخص بديل للرئيس. يعني هاي الشغلة راح نعديها هلا. ماذا عن سؤالي سريع عن دكتور محمود؟ ولكن يعني بالنسبة لسؤالك حوالين الموضوع أنه لم يقدر عليه بايدن يقدر عليه بوتين، لا بالعكس، هو الموضوع يعني الموضوع بحاجة حسب ما فهمت، يعني الملك الأردن الآن لجأ إلى خريطة أخرى. أنا برأيي الخريطة الثانية هو الآن لغة المصالح، يعني نعرف أن هناك قانون قيصر بسوريا وتمنع عبور أي غاز أو أي نفط عن طريق الحدود عن طريق الأراضي السورية، ولكن لبنان بحاجة، هذا يعني كسر لقانون قيصر، يعني وذلك يعني يكون مباحثات مو بس مع الروس ولكن الأمريكان، أنهم كلمة قوية في هذا الموضوع، فالأمريكان موافقين على نقل البترول، هذا يعني كسر بأحد حدود قانون قيصر، يعني يبدأ مثل حجرة بحجرة لبدء العلاقات العادية، لأنه صديقي لا يمكن لأي دولة في العالم أن تبدأ. هذه الخريطة الأخرى المتغيرة عن الخريطة التي عرضها الملك في واشنطن وسيعرضها في موسكو، هل تأتي باعتقادك لصالح أهالي درعا في جنوب سوريا وفك الحصار عنهم، وأيضا تنعكس أيضا على الملف والأزمة السورية بشكل عام؟ طبعا حيكون اكيد في حل، يعني راح يكون في ضغط. شوف صديقي، يعني في شغله مهمه، ما الحل ببقاء بشار في السلطه؟ ما الحل؟ الحكومه السوريه متعنده، يعني الحكومه السوريه لا تريد ان تعترف، يعني تريد ان ترسم البساط الخضراء او تغادرهم او تكون مؤسسه دوله، ولكن يجب الحوار في هذه المنطقه. يعني يجب ان يكون هناك نوعا ما حل وسطي من الطرفين، ان يكون هناك مصالح متفائله، مصالح يعني عده نوعا ما حسب القانون الإدارة المحلية 109، بعض الإدارات المحلية أو حماية أو إعطاء القوة المحلية للحماية، مثل ما يحصل في شمال درعا عن طريق أحمد العودي، ولكن لم يحصل هذا في درعا البلد. فأعتقد أنه هذا الموضوع سيجبر نوعا ما الحكومة السورية طبعا على قبول هذه الوساطة، ولكن أنا أقول لك من أول، روسيا لا تريد أن تتدخل في هذا الأمر عسكريا بشكل كامل. يعني لو كنت رأيت أن روسيا تدخل عسكريا رأيت الطيران، هذه مراوغة يعني صح القول دكتور محمود، لأن أنت تعلم بأن روسيا هي متحكمة بالمشهد السوري وهي الآن تلعب دور الوسيط بحسب البعض كي لا يعني تنتهي أو تفلت الأمور من يدها في درعا، وهي تبقى في دور الوسيط. على كل حال أتمنى حل الملفات وإنهاء هذه المعاناة في جنوب سوريا، لكن حدثنا بكلمات إن صح القول عن العلاقات بين روسيا والأردن بعنوان دكتور محمود سريعا. مستقبل العلاقات، هو شوف مستوى العلاقات هو المستوى احسن من قبل بكثير، يعني اذا بنقارنه من 15 سنه حتى الان العلاقات في تطور، بنشوف انه في بعض يعني في بعض المشاكل الاقليميه بدات بالحل، يعني كان في هناك غضب روسي على الموقف الاردني بحيال الملف السوري، ولكن الان بدات الامور تتحسن شيء بشيء، وكما قلت العلاقه الشخصيه دائما تفرض. كلمه اخيره لك دكتور رافع، اذا سمحت دكتور محمود، كلمه اخيره دكتور رافع لكم في مستوى العلاقات بين الأردن وموسكو وانعكاس ذلك على الملف السوري باختصار إذا سمحت دكتور رافع.
لانه يعني منذ زمن، واكيد جلاله الملك راح يضغط باتجاه على روسيا بمحاوله اعاده الامن وفرض الامن على الجنوب السوري ورفع الحصار عنه. واكيد يعني راح يستثمر على علاقاته، واكيد راح يعني يتبلور افكار جديده بين الاردن وروسيا. شكرا. وقد يتمخض عنها عقد قمه بين روسيا وامريكا لمحاوله حل الوضع السوري، لانه اذا لم يتفق روسيا وامريكا لن يكون هناك حل في سوريا. شكرا لكم. لم يتفق روسيا وامريكا لن يكون هناك حل، لانه هناك قوى شد عكس بين الدولتين. شكرا لكم دكتور رافع البطاينة، المحلل السياسي الأردني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وكما أشكر ضيفي من موسكو كان معنا عبر خدمة سكايب الدكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي. والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.